إذا الشيف إيفا هلا ساريحاني رح تقدم اليوم وجبة خاصة، شو هي؟ بتحب السمك؟ مش الهامور ما كثير، بس شيف إيفا عملت صراحة روعة. صح، رح نشوف كيف رح تعمل لنا شيف إيفا سمك هامور محشي بسلطة السبانخ والبطاطا إضافة للتبولة. نشوف التبولة اللبنانية طبعاً. صباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح الابتسامة والراحة والأخبار الحلوة لجين وجلال. اليوم كمان أطباقنا كلها ابتسامة وكلها راحة، ليش؟ لأنها كتير سهلة، ما بدها منك أي مجهود أو وقت، وبدي بهالويكند هذا الأسبوع تاخدي العيلة وتروحوا على البحر وتسترخوا، لأنه هالوجبات كل من حياة البحر. رح نعمل السمكة المحشية اللي رح نسميها بدي حقي سمك وسبانخ مع المكسرات، وعندنا هاي السلطة اللي رح أبلش فيها كتير سهلة، بعدين رح أعطيكم أفكار لحلو خصوصاً بشهر رمضان اللي رح يجينا هلا، تستعملوها بالفواكه المجففة وما رح تاخد منكم وقت، كلها مواد موجودة. نبلش بالسلطة. السلطة عندنا نص كوب ذرة، واحد كوب معكرونة مسلوقة حجم صغير، شوفوا أوكي، واحد كوب فطر فريش، ونص كوب بازيلا خضراء ممكن معلبة أو المفرزة، أنا بستعمل المفرزة، وعندنا كوب قريدس مسلوق وبارد، لازم يكون بارد لما نحطه على هالسلطة. شوفوا هالألوان شو حلوة والريحة زاكية. عندنا مخلل مقطع كله، لاحظوا الحجم، مقطع بقياس حوالي نص كوب أوكي. عندنا معلقة ماسترد، وبحب أنا الماسترد الديجون شوي خشن، معلقتين مايونيز. بسرعة بسرعة لما يكون الواحد منظم، شوفوا كيف بسرعة بتخلص السلطة. عندنا رشة ملح صغيرة، معلقة صغيرة على هالسلطة، وعندنا رشة فلفل حوالي نص معلقة، وعندنا صاحبي الفلفل الأحمر بنحط شوي منه، أنا بحبها حرة، حوالي معلقتين عصير ليمون، وحبيب الشعب زيت الزيتون اللي بشهي حوالي معلقتين، وبتخلطي بالطريقة هاي حتى تتجانس كل المواد مع بعض. شوفوا هالألوان شو حلوة، كله مع المايونيز، إذا حبيتي تزيدي المايونيز تقدري، والمعلقتين مع الماسترد بكفي، لأنه بدنا نحاول نعمل هاي الأكلات تكون بشكل خفيف وصحي. أنا مجهزت لك هنا صحن بطريقة وعملته على شكل قوارب، مستوى على شكل قوارب، وعملت لك شكل تاني بالشكل هاد. إذا عندك وليمة لناس وعدد تقدري تصفي ريدس بالطريقة هاي حوالين صحن التقديم وتفضي السلطة بالنص. في أسهل من هيك ولا أريح من هيك ولا أحلى من هيك؟ ما بتصور. شايفين؟ بنحطها بالطريقة هاي وخلصنا صحننا الأول. هلأ بدي آجي للطبق الرئيسي. عندنا سمكة، أي سمك بتقدري تختاري اللي هو الهامور أو السالمون. أنا بروحت المحل وطلبت منه يفتح لي إياها من الظهر بالشكل هاد، كيف بنفتح السمك المسقوف بنفس الطريقة، وتركت الرأس والديل عشان تعطينا شكل حلو. الإشي ببلش بزيت الزيتون بالطريقة هاي، حوالي معلقتين كبار، عندنا ليمون معصور، ملح، شايفين معلقتين، وهلا بفرجيكم كيف بنتبل، فلفل اسود طريقه هاي، وحبيب السمك ايش قلنا؟ الكمون، ما احلاه، وريحته ريحته ريحته بتشهي بالطريقه هاي. شو بنعمل هلا؟ بدنا نعملها مساج، لانه اصلا ريلاكسيشن اذا بدنا نعمل، مش بس نروح على البحر، كمان حلو تروحي يوم هيك تدللي حالك او تهدي جوزك هديه حلوه يروح يعمل ريلاكسيشن. وهلا احنا عم نعمل ريلاكسيشن لهالسمكه اللي شايفينها بتجنن. وهون بدي احط اول إشي كم من حبه بطاطا حواليها، لانه كمان بدي اتبلهم بنفس التتبيله. هلا بدي اعمل الحشوه لا هالسمكة. الحشوة هي عبارة عن سبانخ، رح تستغربوا إنه عم بحط سبانخ، بس ما تستغربوا أبداً، حلو التجديد، مش لازم نضل ماشيين على الروتين اللي متعودين عليه. هي سبانخ،
قد ما بدك، واحد كوب، اثنين كوب، بس أنا هون رح أحط واحد كوب، 10 فصوص ثوم، أوكي، واحد كوب جوز بالطريقة هاي، وحبيبي الفلفل الأحمر اللي بيرافقني بكل تقريباً أكلاتي، لأنه قلت لكم بعطي هيك حرارة ولدعة للأكلة كتير بحبها. هلا منخلط. إذا ما عندك فود بروسيسر مش مشكلة، بتقدري كله تفرميه على إيدك. نخلط بالطريقة هاي ومنترك. هلا بدنا ناخد البطلة تبعتنا اللي بدها تتوج هالأكلة. يعني أفرجيكم أوكي بالشكل هاد. بدنا نقطعها تقطعيها مربعات وبتحطيها هون بالبلندر. شايفين هالألوان شو حلوة؟ أنا محضرت لكم الحشوة رح تكون بالشكل هاد. نمسك الحشوة ومنفتح السمكة الحلوة هاي بعد ما تبلناها، وإذا بتحبي تعمليها قبل بيوم بصير، وبتبلشي تحشي بهاي الحشوة بالطريقة هاي حتى تعبي. شوفوا هاللون الأخضر مع السمكة اللي شكلها انسيابي، ما بشعركم بالارتياح؟ اي انا وانا بطبخ بحس بسعادة ما بعدها سعادة. بعتبر الطبخ نوع من الرياضة الروحية. ليش؟ لانه لما او الاصحاب اجوا عندي واكلوا من هالاكلات الزاكية بيريحوني نفسيا وهم قاعدين ومستمتعين بهالاكلة. هلا لما حشيتها تاخديها وبدي اياكي تحطيها بالفرن على درجة 180 أوكي لمدة حوالي نص ساعة لحديت ما تستوي وتصير جاهزة. أنا هون محضريت لكم سمكة جاهزة، وهي طريقة تقديمها بالشكل هذا الحلو اللي شايفينه قدامكم. وشو حلو نقدمه مع صحن التبولة اللي دايماً بيرافقنا هون مع السمك. وشوفوا الحشوة كيف منظرها بأخد العقل. هلأ بدنا نروح على إشي كتير مريح وزاكي، وخصوصاً بأشهر رمضان بنستعمله، الفواكه المجففة متوفرة بكل بيت. أنا ابتكرت هاي الأفكار لأنه منشوفها ومنشتريها كتير غالية، بس إذا أنت عملتيها بالبيت ما رح تكلفك كتير. عنا تمر وعنا المشمش وعنا التين المجفف وعنا المكسرات، بتقدري تحشيها بأي طريقة بدك إياها. التمر بتجيبي بتفتحيه بالطريقة هاي وبتحشي. أنا الأفكار اللي حطيتها يا إما بزبدة الفستق بالشكل هاد، شوفوا كيف شكل زبدة الفستق، وبتغطيها بشوكولاتة سايحة بتكوني مسيحيتها، عارفين، وبتغطيها بالفستق الحلبي بالشكل هاد. هي فكرة. الفكرة الثانية بتجيبي عجينة اللوز، هي عجينة جاهزة ممكن تشتريها من السوق أو ممكن تعمليها بالبيت، عبارة عن لوز أبيض بتطحنيه مع بياض البيض وبتاخدي قطعة صغيرة منه وبتحشي مثلا المشمش بالطريقة هاي، شوفوا البردقاني، وبتاخدي منها المكسرات وبتبلشي تصفي بالطريقة هاي. هاي أفكار كتير حلوة وبسيطة كتير كتير، بدها هداك المجهود والتعب. وشوفوا بالنهاية شو رح يطلع معك هالصينية لما تقدميها بشهر رمضان لضيوفك وتشربوها مع قهوتنا العربية. وأنا بدي إياكم تروحوا على www.mbc.net/sabah وتبعتوا وصفاتكم وتيجوا عشان نشربكم قهوة الام بي سي وتنبسطوا معنا من هالمطبخ اللي كله حب وحنية.